بدنا نعالجها. خلينا حتى نبسط الامور. شوفوا شو راح اعمل. هذا الخط بدل ما هو مايل راح اخليه واقف وقوف، وجاي بنص المسافه بالضبط ما بين الستين والسبعين، فراح اخليه واقف عند الخمس وستين. هلا بنشوف شو راح نعمل. فهذا راح اخليه هون عند الخمس وستين بالمئة، وهذا نفس الشيء الخط تقريبا راح اعتبر انه جاي تقريبا عند الخمس وعشرين. ماشي؟ هلا بنقدر نقسمهم قطع صغيره. نقدر نقول مثلا اذا حبيت وخلينا نحط مثلا هاي بنقدر ناخذها كلها قطعه واحده، اوكي؟ واذا بدنا مثلا هاي ناخذها قطعه، وهاي ناخذها قطعه، وهاي ناخذها قطعه مختلفه لحد هون، بعدين ناخذ هذه قطعه وهاي قطعه من هون، واخر شيء ناخذ قطعه من هون، اوكي؟ ونسميهم. بدك تسميهم سميهم مثلا هذه القطعه ايش احط؟ ايه احط، بلاش نحط ايه، خلينا نحط مثلا هون هاي القطعه الاولى، هاي القطعه الصغيره الثانيه، هاي القطعه الثالثه، هاي القطعه الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، اوكي؟ اذا للسبع قطع هدول كل واحده مساحتها مضروبه في مسافتها مضروبه في المسافه بين مركزها هي السنترويد. هلا احنا المستطيل نعرف السنترويد تبعه سهل، مش هيك؟ ايش السنترويد بالنسبه للمستطيل وين راح يكون؟ في نصه، مش هيك؟ بس المثلث هذا مش صحيح، بالنسبه للمثلث شو راح يكون؟ 2 على 3. هلا هدول كلهم مستطيلات او مربعات، فسهل سهل اني اخذهم. فعمالنا بنقول هلا هون عندي الاي، طب الاريا الكليه خلينا نحسب الاريا الكليه، هاي سهله مش هيك؟ بنعرف نحسب الاريا؟ الاريا هاي سهله، مثلا هاي الاريا هون، الاريا تبعت واحد راح تكون قديش؟ عرضها 20 وارتفاعها 0.1، اذا الاريا 1 بتساوي 20 في 0.1، الاريا تبعت 2 بتساوي، هاي عندي عرضها 5 وارتفاعها 0.1. ايه 3 ايش جزرتهم لثلاثة؟ ايش هم؟ هم بدل ما هم 7 3 بكفي صح؟ 3 بكفي، بس انا بدي اعملهم عشان لما اجي اضرب يكون عندي جاهزين مساحات كمان، احسن لك هيك. هلا رح تشوف هاي it makes more sense، حتى يكونوا 7 areas، واشتغل 7 areas من هون. هلا بصير بدك تشتغل هذيك الطريقه بصير، بس رح تشوف هلا انه هاي بتسهل عليك. هلا A3 قديش؟ A3 عرضها 5 وارتفاعها 0.2. A4 هلا 4 عرضها من 30 ل 60، اذا قديش عرضها؟ 10 20 30 في 0.2، اذا هاي 30 0.2. A5 عرضها 5 وارتفاعها 0.2. A6 عرضها 5 بس ارتفاعها 0.5. و A7 اخر شيء عرضها قديش حيكون عندي؟ 30 10 20 30 مضبوط ارتفاعها 0.5، فراح تصير هذه 30 في 0.5. 20 في 0.1 راح تعطيني 2، 5 في 0.1 راح تعطيني 0.5. 0.5 في 2 رح تعطيني 1، 3 في 2 رح تعطيني 1.5، مضبوط؟ حد يتأكد اني مش عم بحط ارقام غلط. 5 في 2 رح تعطيني 1، 5 في 5 رح تعطيني 2.5، مضبوط؟ و3 في 5 رح تعطيني 6، مضبوط؟ 3 في 5 15، اسف. دكتور هاي الاريا رح نستخدمها كمان شوي، ايش؟ عفوا حنستخدم الاريا هاي، حتستخدمها لانك رح تضرب كل اريا في مساحتها. ليش انا بقول له احسن تاخذ السبعه؟ A4 قديش؟ 3 في 2 6، مضبوط، اوكي؟ في شيء ثاني غلط؟ 5 في 2 1، 5 في 5 25، 5 في 2 1، 5 في 1 5، 2 في 1 2. طيب 2.5، 3.5، 9.5، 10.5، 13 و15، 28، مضبوط؟ شو وحدتها هاي الاريا؟ شيء عجيب، ما بنعرف شو الوحدة، لأنه هون عندنا هاي دايمنشنلس البروبابيليتي، فهاي دايمنشنلس وهاي يعني ما لهاش معنى إني أحط لها يونتس هون، بدك تحط لها يونتس تقدر، هي وحدتها ريسك وهذا كمان دايمنشنلس، ما لهاش معنى هون كأريا. طيب إذا هاي عندي الأريا الكلية، إذا إحنا عمالنا بنفتش هلا بدي سي إكس في 28 بده يساوي، بده يساوي مجموع هدول الأريز، كل واحدة من الأريز راح تكون أي أي، إذا بدك نسميها سي أي، اوكي؟ واي قديش رح تمشي؟ من 1 الى 7، مضبوط؟ فرح اضرب السبع ايريز، كل واحدة من الايريز رح اضربها في السي اي تبعها.
خلينا اذا بدكم هون نعمل هاي التيبل نحط السي اي مباشره هون لكل واحدة من هدول. هاي الاريا تبعتها اذا هاي اي اي نحط هون سي اي. طلعوا لي السي اي. السي اي للاولى، السي اي للاولى هي بتمشي من 0 ل 20 اذا المركز تبعها. ناخذ الثانيه اي 2 من 20 ل 25 اذا هي 22.5 مضبوط. الثالثة من 25 ل 30 إذا هي 27.5. الرابعة، الرابعة ماشية من 30 ل 60 إذا هي 45 مش هيك؟ والخامسة، الخامسة من 60 ل 65 إذا 62.5. السادسة من 65 ل 70 بتصير 67.5. والأخيرة ماشية من 70 ل 100 رح تكون 75. أوكي؟ مضبوط هيك؟ شو بدنا نعمل هلا نضرب؟ بدنا نعمل هلا اي اي في سي اي مضبوط. 2 في 10 20، نص في 22.5 رح تصير 11.5 مش هيك؟ 1 في 27.5، 6 في 45، 6 في 4 240، 260 مضبوط يا 72 200 و 70 70 مضبوط. بعدين عندنا 1 في 62.5، بعدين عندي 2.5 في 67.5، 67.5 بتعطيني 130 قديش؟ 168.75. وبعدين اخر شيء 15 في 85 1275. اوكي؟ اجمع لنا اياهم. 1275. علي صوتك اخر واحد. ليش 85؟ 85 لانه هي شوف تطلع المساحه من وين بتبدا، بتبدا من 70 ل 100 عرضها 30، نص العرض قديش؟ 15. بس لمين بدي اجمعه ال 15؟ يا بجمعه لل 70 يا بطرحه من ال 100. اعطيك 85. 85 هي النقطه هون. اوكي، احنا عم نقول هذا المستطيل هي مركزه which makes sense. بس انا ما بيهمني قديش بعده من هون، مين اللي بيهمني قديش بعده من هون. اوكي دكتور، 1835 1835 مضبوط يا محمد. اوكي، اذا سي اكس بتساوي هاي 28 في سي اكس، هاي 28 اسف صح. اوكي، اذا 1835 على 28 بيطلع بالستينات تقريبا او اكثر شوي، 65 67 65.53. هاي كل شغلنا اللي اشتغلناه، طب نشتغله محاضرتين او ثلاثه. قديش الريسك في المشروع هذا؟ نسبيا عالي، نسبيا عالي 65% بناء على تو فاليوز اللي كانوا موجود عندهم، بروجكت ستافينج وال